السلام ورحمة الله. الحمد لله الله حفظك. شدت لنا الغنم اللي عندك. واخويا راه كاين خير ربي تبارك الله. كاينك. بالنسبة للمرقد. المرقد عندنا المرقد مزيان، عندنا المرقد تاع هنا. والغنم جايبينها، كاين اللي جايبينها من البروج وكاين اللي جايبينها من جوجدة، وكل الغنم عندنا مخلطة. كل واحد تيجي ياخذ الغنم اللي خاصه. شحال الثمنة ديال الغنم؟ الغنم تتبدا تقريبا من 64 حتى 94. كاين الحاجة الكبيرة راه بالثمن تاعها. هذا الثمن ديالو شحال هذا؟ بالنسبة للثمن تاع هذاك 78 نوت هذا 78 هذا 78 تبارك الله انت خيرات ربي تبارك الله. اي نشوفوا شي وحدين اخرين. مرحبا مرحبا. قول حال هذا راه مبيوع. هذا مبيوع. هذا مبيوع. هذا بشحال تباع؟ هذا بعناه ب 76 الخيرات تبارك الله. اي بالنسبه للعلف. بالنسبه للعلف تنعلف هو غير الشعير والفارينه والنخاله فقط والفوراج، هادشي اللي عندنا، هادشي اللي عندنا. عندنا خير ربي تبارك الله. كاين عندك دابا الحولي الصغير؟ عندي الحولي الكبير. كاين الحولي الكبير وكاين الحولي الصغير. دابا هاد الحولي الصغير تقريبا الثمن ديالو؟ تبدا من 3400 3300 وغادا طالع الفوق. وغادا طالع. هذا هو اللي كاين. هذا هو اللي كاين. مرحبا مرحبا الغانم تبارك الله. تبارك الله راه كاين الجودة. كاين الجودة وكاين السلعة مليحة. راه تقريبا شي 500 راس هادي تبارك الله اللي عاد. اييه تبارك الله. 500 راس. اييه كيفاش تعتني بها؟ واه ضروري من العنايه. حنا راه جدودنا كانوا دايرين الغلب ماشي غير حنا. حنا مول العين هما اللي دقوا فينا الفيس. ما تنقلبوش دابا على الرباح ولا على الخسران، خاصنا نديروا الغلب وصافي. صافي خاصها دير غلب وصافي، يكون العيد ولا كاع لا يكون، الغلب خاصها دير. بالنسبة لك تكسير. واش كاين الغلب؟ بالنسبة لي الغلب شاف في السوق كاين الغلب؟ هو الغلب كاين، الله يحسن العون. هو الغلب كاين، الواحد اللي قال لك الغلب ما كاينش راه ماشي، واني بالنسبة للسمعة تاع الكوري أنا ما باغيش نخلي فيه الغلب. باغي نتعاون مع الدرويش بالعربية. تعاون مع المواطن. خاصني نتعاون مع اللي جا خاصو يتقدى. لا أساس السمعة تاع الكوري خاصها تبقى. والإنسان هنا هذا هو الوقت اللي خاص يكسب فيه الانسان الكليه. تنقول انا البيع والشراء كاملين والكسابه كاملين. انا تندوي على الكسابه. خاصني نريقل مع الناس باش هما يبقاو راضين بالامور تاعهم. ماشي يجي الراجل يبدا يتعاير معاك. تقول لي واحد الثمن خيالي راه غتخلعي. تقديم تقريبا قلت لك قلت الراجل الثمن خيالي غتخلعي. خاصك تراعي لي، خاصك تصور علي، تقول لي واحد الثمن زوين شويه لا دور لا ضرار. يسال صور واحد 200 درهم ولا 250 ولا 150 الله يجعل البركه. وكذا شفت مع العلف؟ والعلف العلف ما تسولش. العلف راه لا اله الا الله محمد رسول الله. حنا تندوي على الحكومه خاصها تريقل مع الكساب. لا بغات تخلي هادشي تاع العيد وبغات تخلي اللحوم في بلاصتها. اما لا بغات تبقى تشير ديك التشير الخاوي راه ما خدامش هادشي هذا. راه كلشي غادي يوقف. ندورو نشوفو. هذا هو اللي كاين. هذا هو اللي كاين. وشو هذا تما تبارك الله. خيرات ربي تبارك الله. راه غلم مليحة تبارك الله. هذه الثمن ديالها شحال داير؟ واخويا شحال داير؟ كل وحده وثمن. كله كاين 6 دراهم كاين 7. كتكلم على راسك. كلشي دوي على راسه. تبارك الله. احنا غاديين مع احنا حاضرين على السوق شويه ماشي كاع على ذاك الحساب. واش عندنا الكليين عندنا هو كتطلع السوق كتمشي للسوق كتشوف وضروري تمشي للسوق تجيب شويه الفوراج تجيب شويه الشعير تجيب شويه النخال. ملي تجيبها تجي من السوق. تجي من السوق. اه.